قلت من شوية قبل هذه المداخلة اللي هتخش معايا هكرر تاني الكلام. بلدية المحلة النهاردة فوز مهم جدا على فريق محترم جدا ومكونه العرب، عمل موسم رائع الموسم الماضي، فريق لسه صاعد للدوري الممتاز، فريق مثلا ما عندوش التدعيمات الخرافية العبقرية اللي في باقي الدوري، بس فريق أظهر النهاردة شخصية وشكل حلو. ده بسبب إنه في مدير فني صغير في السن، مش عشان مدير كفء، مدير فني كفء بيذاكر وبيتعب وبيجتهد وجي مع الفريق من الدرجة الثانية للدوري الممتاز، والناس ادوله الثقة. مين الناس؟ إدارة النادي. يعني أنت عمرك ما هتلاقي أحمد عبد الرؤوف ده مدير فني في الدوري الممتاز، ولا عمرك هتلاقي مثلا لعيبة ممكن تقول عليها مش لعيبة صف أول يختارها أحمد عبد الرؤوف الإدارة تقول له تمام، ممكن تقول له لا هات أحسن شوية عشان عايزين نعمل شغل كويس، بس ثقة في المدرب وثقة في اللاعبين اللي جابوهم، كل ده الفضل فيه أكيد لإدارة نادي فاهمة برضه. يعني هي منظومة كاملة، مدرب كويس، لعيبة كويسة، وبالتأكيد قبليهم الراس الإدارة. أنا معايا عبر الهاتف الآن، وأنا قلت لك الكلام ده من شوية، إنه إدارة شابة وجهاز فني شاب، تحس إن الفرقة فايقة النهاردة بلدية المحلة، فعودة ممتازة للدوري الممتاز لبلدية المحلة. معايا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا، والف مليون مبروك الفوز النهارده. كابتن كريم صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، الله يبارك فيك، بشكرك شكر كبير جدا. النهارده بلديه المحله بسطنا، كان بقالنا كتير ما اتفرجناش على بلديه المحله، بقالنا كتير ما شفناش تيشرت بلديه المحله الاحمر في ابيض، بقالنا كتير يعني عارف فيها نوستالجيا حلوه النهارده، واللي خلاها احلى ان بلديه المحله النهارده لعب مباراه محترمه جدا. الحمد لله طبعا، يعني فضل كبير من ربنا النهارده كبدايه مهمه جدا. مبروك طبعا للعيبه والجهاز الفني والكابتن احمد، وعملوا ماتش كبير الحقيقه، ويعني هو كابتن احمد زي ما انت بتتكلم بيبذل مجهود كبير جدا، وده يعني ايماني بيه جاي من هنا واصراري ان هو يكون موجود معانا من السنه اللي فاتت، حتى في عز التعثرات اللي كانت موجوده في نص الموسم، نهاية بالصعود استمرارا بالدوري ممتاز. أنا مؤمن جدا بإمكانياته وبثقته وبإخلاصه في شغله يقدر يقدم حاجة كويسة إن شاء الله. أستاذ مصطفى، داخلين بأهداف عاملة إزاي الموسم ده؟ يعني أنتوا بتقولوا مثلا وأنتوا حاطين بلان إحنا عايزين نبقى موجودين في الدوري الممتاز، لا إحنا عايزين نبقى في منتصف الجدول، ليه لا ما نخشش في الستة الأوائل، إيه أهدافكم للموسم ده؟ طيب عشان اكون صريح معاك، احنا التارجت بتاعنا والهدف بتاعنا السنه دي مقسوم حاجتين. فكره النوستالجيا بتاعت بلديه المحله انها ترجع تاني عند الناس، لانها لو حضرتك يعني زمان شويه وحضرتك انا عارف ان حضرتك متابع كويس طول يعني نادي البلديه كان بيقدم دايما كره ممتعه، بيقدم شكل مختلف، بيقدم لعيبه مميزه في الدوري، بيقدم جهاز فني بشكل مختلف. ده كان طول عمرنا زمان من ساعه وجودنا يعني في الفترات اللي كنا موجودين فيها في الدوري الممتاز. فجزء من ده ان احنا نرجع ده تاني ونحافظ عليه ان هو يبقى يفضل موجود. الجزء التاني يخص المكان في الدوري والتارجت بتاعنا في الشغل، وانا بتكلم بكل صراحه ان انا هدفي السنه دي هو البقاء في الدوري الممتاز في موسم جديد. مش اكتر من كده. بالاضافه للشكل الكره اللي بنقدمها، وده اللي متوافق فيها مع كابتن احمد عبد الرؤوف واحنا متفقين عليه من اول السنه يعني. ممتاز ممتاز جدا. النهارده بلديه المحله هو بيلعب، حسيت انه في لعيبه مميزه جدا، بس مش هي الاسماء الرنانه اللي موجوده في الدوري الممتاز او اسماء صف اول، ورغم كده اللعيبه النهارده كلها مميزه جدا يا استاذ مصطفى. بالظبط، هو دي ودي جزء من اللي احنا بنشتغل عليه، ان هو احنا دايما لازم نكون محافظين ان بلديه المحله يفضل محطه مهمه جدا في تاريخ اللاعب اللي بيمر بيه. هايل. ويكون فتره مختلفه يمر بيها اللاعب ويتنقل لانديه مختلفه سواء جوه مصر او بره مصر، زي ما حصل مع الكابتن ياسر رضوان والكابتن عماره، وكمان يكون اضافه للمنتخب. احنا يا استاذ مصطفى النهارده وانا اتفرج على المباراه بقول هينزلوا اهو محمد عماره واكرم عبد المجيد. يعني حتى شكل التيشيرت والذكريات، واقول لك كان وحشنا بلديه المحله بصراحه في الدوري الممتاز. يعني احنا هي التجربه كلها كريم مختلفه وجديده، وكلها يعني معموله بدقه وتفاصيل يعني صح. الحمد لله بحمد ربنا سبحانه وتعالى على فضله وكرمه علينا النهارده في مباراه النهارده، ويا رب نقدر نستمر على كده. دايما موفقين. استاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نوستالجيا يعني اللي هو انت بتتفرج النهارده، مكونون برضه فريق عريق جدا وعمل موسم رائع جدا، بس بلديه المحله
في تعاطف يعني منطقي وطبيعي، لانه بقالك كتير ما شفتوش في الدوري الممتاز، سنين يعني ما شفتش بلدية المحلة في الدوري الممتاز. وزي ما استاذ مصطفى قال، ده اللي طلع ياسر رضوان ومحمد عماره، وكان مهاجم رائع اسمه اكرم عبد المجيد، واسماء اخرى كثيره. يعني تحس النهارده ايه ده، ياه بلدية المحلة، وتبدا تفتكر بقى، فاكر ماتش بلدية المحلة والاهلي، وماتش بلدية المحلة والزمالك، ولما بلدية المحلة عمل مش عارف ايه حلو. كل ما انت شايف برضو نادي جميل بتبقى مبسوط يعني، برضو بتبقى فرحان انه في زخم يعني بيحصل.